زملاء، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا محمد عليكم السلام الصدوري. ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد. استراتيجية أحمر أخضر. مرحبا يا عبد الرحمن. استعدتم. سنطبق استراتيجية أحمر أخضر على درس رحلة حبة قمح. الآن سنأخذ أول اثنين. أظن ما مش موجود ركان. ركان موجود؟ مش موجود. نأخذ عبد الإله ومنصور. عبد الإله ومنصور. نعم. تحتاج إلى ضبط. عبد الإله ومنصور. نعم. نعم أستاذ. عبد الإله ومنصور. نعم. أول سؤال. جمع كلمة رحلة رحلتان. أحمد. أنا أستاذ منصور. طيب أحسنت يا منصور أحمر. أي عبد الإله، ماني شايف شيء. عبد الإله. أنا عبد الإله أحمر. أنا ماني شايف شيء. اقلب بالكاميرا. طيب أيوه كده ممتاز. رائعين يا أبطال. كمان سؤال لكم أنتوا الاثنين برضو زي ما أنتوا. كلمة ناعمة ضدها خشنة. أنا منصور. ممتاز يا منصور. ممتاز، الاثنين ممتازين، بارك الله فيكم. يبقى كل واحد يقول سؤالين مرة واحدة عشان أسامة نادي ومحمد الشهراني. أسامة نادي ومحمد نعم. الشهراني. نعم. بالتراب. نعم يا سيد. كلمة بالتراب بها القمرية. بالتراب. خطأ، أنا حجراني. خطأ. محمد ممتاز يا محمد، يلا أسامة. أحمر. ما أين أنت يا أسامة؟ أيوة كده ممتاز. ممتاز. السؤال الثاني. السؤال الثاني. رأيت صورة. قفل يا عبد المحسن. كلمة تبقى تنتهي بألف مكسورة. صح، أنا حجراني. ماشي، بارك الله فيك يا محمد. أسامة، يا أسامة أنت ومحمد رائعين، بارك الله فيكم. عبد العزيز وأحمد. عبد العزيز وأحمد. نعم. أين عبد العزيز؟ نعم أستاذ. معك أحمد أخضر جاهز. طيب السؤال كلمة، خلاص يا خالد، اقفل يا خالد. كلمة فتنمو. كلمة فتنمو. تنمو بها مات بالواو. أنا أحمد أخضر. أيوة الاثنين رائعين، بارك الله فيكما. جمع كلمة الفلاحون. صح أخضر. عبد العزيز. أخضر. أين أنت يا عبد العزيز؟ أخضر. تكلم يا عبد العزيز. أخضر. طيب أحمد أخضر. أيوة الاثنين رائعين، بارك الله فيكم. عبد العزيز وأحمد ممتازين. أحمد اسمه عيسى. عيسى. نعم. ركان وعيسى. ركان ليس موجود. لا موجود معنا، المفروض ركان. ركان يا ركان. نعم يا أستاذ. طيب استعد. ماذا تريد يا خالد؟ يبغى بعدنا. طيب اسمك جاي بعدهم، طول بالك يا خالد. كلمة بالماء بها القمرية. أحمر. هذا أحمر. أحمر. طيب أمال الماء فيها اللي إيه؟ القمرية يا أستاذ. أنت هتطلع أحمر، خلاص راحت عليك يا عيسى. لازم أفكر في الأول يا ركان.
لازم تفكر يا ركات، لا تتعجل يا عيسى، شيل الباء يا عيسى. عيسى نعم شيل الباء. ما الكلمة الموجودة؟ الماء. تبقى قمرية ولا شمسية يا عيسى؟ قمرية. طيب لازم نفكر يا عيسى. سؤال تاني، سؤال تاني. تكبر مضادها تصغر. صح أصغر. وأنت يا ركاد؟ أخضر. طيب بارك الله أصغر. فيكم. طيب أحسنتما، يعني نص إحسان في الآخر بس، بس مش إحسان 100%. عبد الله و نعم وسعد. عبد الله وسعد. سعد اليوم قولي يوم الخميس إذا سمعنا القرآن سورة الطارق عليها كأس. أجيب لك كأس أنت مخصوص بس علشان خاطر خاطرك بس يا عيسى. اعتبر أن أنت لك كأس يا عيسى. سادة أنا رسلت سورة ششمة الطارق. أيوة شفتها وكتبت لك، ممتاز. سعد و... وعبد الله. سعد وعبد الله يا سعد. سعد أنا عندي لها برسل لك صورة ما أخذناها كاملة. طيب طيب سعد وعبد الله. سعيدة مفرد الفلاحون الفلاحان. شن البطاقة؟ تكلم تكلم يا سعد. ما قاعد اسمع شيء. مفرد الفلاحون الفلاحان. انت عندك السماعة بتطلع صوت جامد مش عارف ليه اول ما انت بتفتح. طيب طيب احسنت يا سعد. واين عبد الله؟ لابس احمر. طيب طيب اتكلمه، تكلم حتى تأتيها في السورة. تكلمه. ايوه ايوه ممتاز ممتاز يا عبد الله. طيب لتصير، لتصير بها مد بالالف. خطا، مد بالياء. احسنتم بارك الله فيك. خالد ومحمد العوف. بارك الله فيك يا سعد انت عبد الله. خالد ومحمد، خالد ومحمد العوف. اي استاذ. كلمة جزوري بها مد بالواو ومد بالياء. هاي استاذ. هاي ومحمد العوفي اين؟ اين محمد العوفي؟ محمد محمد العوفي يسأل سكر المايك. لا خلاص لسه لك سؤال. كلمة خبزا خالد، كلمة خبزا تنتهي بنون. أحمر. ماشي يا خالد. أنت بتستعين بصديقك يا خالد ولا إيه؟ إيه ماشي يا خالد بارك الله فيك. أحسن عارف العوف راح فين. طيب ناخد أسامة الصانع وفهد. أسامة الصانع وفهد تعد. يحمل الفلاحون، يحمل الفلاحون حبات القمح إلى المطحنة لتطحن وتصبح دقيقا. كلمة دقيقا بها تنوين فتح. فتحية. فتحية يا محمد. محمد فتحية. فتحية يا فهد. أخضر. استاذ أنا أخضر. طيب فين فهد؟ نعم استاذ. فين اللي أنت البطاقة بتاعتك فين وأنت بدأت تقول لي فتحية وسنية؟
وين اللي التنوع؟ اعطيت الاخضر ولا احمر؟ اخضر. طيب بارك الله فيك، خليك معايا يا فهد. لسه سؤال ثاني، من حروف العطف ثم والواو والفاء، من حروف العطف التي استخدمناها امس ثم واو فاء. لو صح اعطينا اخضر، لو خطا اعطينا احمر. ايه تعطينا يا فهد؟ احمر. احمر. والثاني فهد؟ فهد. ايه اخضر صح، هي اخضر يا اسامه. ثم يعني اقول ايه؟ جاء اسامه ثم فهد، جاء اسامه وفهد، جاء اسامه ففهد. يبقى حروف العطف ثم والواو والفاء، ثم والواو والفاء. بارك الله فيكم ايها البطلين اسامه وفهد رائعين. عبد الرحمن وعبد المحسن. عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد المحسن، امير. نعم يا استاذ. أنت يا عبد المحسن عشان نشوف البطاقة الحمراء والخضراء. يلا قول لي هذا. طيب قول لي يا عبد المحسن، فين 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 أمير؟ أمير هنا أستاذ. أيوة، مفرد الحقول الحقل. أخضر. 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 مزبوط. ممتاز يا أمير. أخضر. أخضر. أيوة. أين أنت عبد المحسن؟ أيوة. أنا ممتاز. هنا أخضر. ممتاز. طيب مثنى، مثنى الحقل الحقول. أحمر. أحمر. طيب ما مثنى الحقل يا عبد المحسن؟ ما مثنى الحقل؟ أقلاد. الحقلان. جزاك الله خيرا. أقلاد. الحقلان. مثنى الحقل الحقلان. الحقلان. يبقى مثنى الحقل حقلان أو الحقلان. جزاك الله خيرا يا أمير وأنت وعبد المحسن رائعين، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. محمد العوفي. محمد العوفي. بارك الله فيك. جزانا وياك وبتر. محمد العوفي. عبد الرحمن. محمد العوفي وعبد الرحمن. أستاذ نعم. هذا أنا عبد الرحمن. طيب محمد العوفي فين؟ محمد العوفي. محمد. طيب طيب فبناخد عبد الرحمن. بنسأل عبد الرحمن. سعيد لي عبد الرحمن. جمع حبة حبات. انت اللي انت يا عبد الرحمن اللي لازم تفكر. جمع حبه حبات صح. طيب ماشي يا محمد. يا عبد الرحمن ماشي يا محمد. جمع حبه يا محمد حبات. اعطينا احمر ولا اخضر. جمع حبه حبات. ايوه ايوه صحيح ممتاز. انت وعبد الرحمن. السؤال الثاني، يسقيني، يسقيني بها مدي بالياء. مدين. يسقيني
اسقيني. يلا يا عبد الرحمن، يلا محمد، محمد عبد الرحمن اعطيني اتكلم. ايه يسقيني، يسقين بها مديني يا ماني شايف حاجة. عبد الرحمن اتكلم عشان نشوف الدنيا. يا محمد يا اوف يلا اعطتني ايه لسه بتفكر؟ اخضر. طيب طيب بارك الله فيك عبد الرحمن. لما اشوف محمد هيقول ايه، اخضر ولا احمر؟ محمد الجواب اخضر. طيب بارك الله فيكما رائعين. نبدا ثاني، ناخذ من الاول. انا اخذ المره دي ركان وعبد الاله. ركان وعبد الاله. نعم. مضاد، مضاد يزداد يقل. اخضر. اخضر معي ولا بارك الله فيكما. طيب كل واحد ياخذ سؤال بس عشان الباقي يلحق معانا. منصور وأسامة، منصور وأسامة. نعم نعم سيد. نعم سيد. كلمة ساقي، كلمة ساقي بها مدين. أنا سام منصور. طيب أسامة. أخضر. أخضر ممتاز. أخضر ممتاز. أسامة، أسامة ومنصور ممتازين بارك الله فيكما. العجيب اللي عليه الدور محمد الشهراني وعبد العزيز. كلمة العجيب. نعم. ها مستعدة؟ أنا عبد العزيز معانا. إيه. كلمة العجيم بها الشمسية. صح خطأ. العجيم نطقت اللام تبقى قمرية ولا شمسية؟ خطأ. قمرية. أحسنتم. أحسنت يا عبد العزيز. أنت محمد لا تتصرف. أحمد وعيسى. أحمد وعيسى. أحمد وعيسى. طيب الذي طيب الذي يخبز الخبز ويصنع منه الكعك الشهي هو الفلاح. ماشي احمد. احمد الزهراني يبدو انه غير موجود. طيب ناخذ عبد الله. عبد الله هذا عيسى ليك. احسنت يا عيسى. احسنت يا عيسى. عبد الله وسعد. عبد الله وسعد. استاذ عيسى لي كأس. ايوه خلاص يا عيسى واجي لك كأس يا عيسى. عبد الله. عبد الله وانت لك كأس قبل كده يا اسامه، لك كأس من زمان. عبد الله وسعد. عبد الله وسعد. طيب انا نديت عليك يا احمد، هنادي عليك بعد عبد الله وسعد. عبد الله وسعد. نعم نعم استاذ. ايوه جمع كلمة المطحنة المطحنتان. ماشي يا سعد. طيب فين عبد الله فين؟ طيب الاثنين، الاثنين رائعين. تم جمع المطحنة يا سعد. ما جمع المطحنة؟ أول بالك يا أحمد. المطاحن. أحسنت. أحسنت يا سعد. يا أحمد يا زهران ما تفتح. تعال يا أحمد. تعال أحمد. أحمد محمد العوف. أحمد ومحمد. طيب أستاذ. كلمة أوراقي مفرد. أحسن محمد. ماشي يا محمد. وأين أحمد؟ أحمد أحمد صح. كلمة أوراقي مفرد. أين أحمد؟ أحمد
أوراقي مفرد يا أحمد؟ لا. طيب عجلت يا أحمد، عجلت يا أحمد. أوراقي كتير. طب ما مفرد أوراقي؟ ما مفرد أوراقي يا أحمد؟ ورقة. ورقتي، ورقتي واحدة بس. إذا لابد أن نفكر، لابد أن نفكر. بارك الله فيك محمد. خالد القرعاوي وأسامة الصانم. خالد القرعاوي وأسامة الصانم. خلص خمسة. خلاص يا محمد اقفل بقى يا بطل، أنت فزت في المسابقة الماضية. خالد القرعاوي وأسامة الصانم تكلم. نعم أستاذ. أيوة فين خالد؟ هاي أستاذ. هذا السؤال استعد يا خالد. مضاد كلمة تحت فوق. صح أستاذ. فين اللون اللي معاك أخضر ولا؟ هاي أستاذ. طيب أسامة، أسامة تكلم. أخضر. أخضر، بارك الله فيك أسامة الفخاني، ممتازين. فهد وأمير، سكر المي. فهد وأمير، فهد وأمير. نعم أستاذ. أنا حبة قمح صفراء ناعمة الملمس، يبذرني الفلاح في الأرض ويغطيني بالتراب. الذي يبذر الحبة في الأرض هو الخباز، صح ولا غلط؟ اعطيني اعطيني اللي اسكت يا أسامة. نادي تفضل يا ابني تفضل. أمير صح. فين أسامة؟ فين فهد؟ تكلم يا فهد، تكلم يا فهد. نعم أستاذ. أيوة كده مزبوط، ممتاز. أنت وأمير رائع. يعني من الذي يبذر الحبة في القمح في الأرض يا فهد؟ الفلاح. 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 أحسنتم، أحسنتم. عبد الرحمن وعبد المحسن، ممتازين. عبد الرحمن وعبد المحسن. أستاذ أنا عبد العزيز. طيب طيب رو رو رو. عبد الرحمن وعبد المحسن. نعم يا أستاذ. جميلة يا أمير، ممتاز، بارك الله فيك. يا عبد الرحمن بدي أعدل الكاميرا ولا هذا؟ أيوه استعد، استعد بالألوان. عبد الرحمن فين؟ طيب كلمة تجف، كلمة تجف يعني تصبح خضراء. معنى كلمة تجف تصبح خضراء. أحمر. خضع حمراء. حمراء. تجف يعني تصبح يابسة صفراء، تنشف، تنشف. طيب ممتاز. كمان سؤال لعبد المحسن وعبد الرحمن، كمان سؤال. كلمة طولي، طولي. أنا قلت قبلها. طيب يا عبد الرحمن أنت وعبد المحسن، طولي بها مد واو ومد ياء. اعطينا أحمر ولا أخضر؟ طولي صح. طيب اعطينا أحمر ولا أخضر؟ أخضر أخضر. طيب عبد الرحمن. أنت عبد المحسن. أنا أقول أحمر. أنا أقول أخضر. عبد المحسن محسن. عبد الرحمن قال إيه؟ ماني شايف شيء يا عبد الرحمن. أنا قلت أخضر يا أستاذ. طيب يا عبد المحسن، فين عبد الرحمن؟ اقفل يا فهد، اقفل يا فهد. عبد الرحمن. نعم. أخضر؟ والله أحمر. خطأ يا عبد الرحمن، أخضر يا عبد الرحمن. أخضر. طولي بابك ومدياء.
عبد المحسن فاز فاز اللي مر. نبدأ تاني ركان وعبد الله. بارك الله فيك يا عبد المحسن. ركان ركان وعبد الله. هذه أسئلة مهمة نركز فيها. ما طلعت كانت تدخل خلاص ركز. طب ايش استاذ؟ انا حبة قمح صفراء قائلة هذه العبارة هي نورة طحام خطأ احمر نار. اي مكان احمر. بارك الله فيكما ممتازين. حبة القمح اللي قالت حبة كده. القمح هي التي قالت تشق طريقها إلى سطح الأرض. اللي بعده منصور وأسامة. منصور وأسامة تشق طريقها إلى سطح الأرض أي تنزل تحت الأرض. نعم شنو؟ أخضر. تشق طريقها إلى سطح الأرض أي تنزل تحت الأرض. أخضر. تطلع فوق سطح الأرض. اعطيني أحمر أو أخضر. أحمر. أيوة إجابة منصور هي الصحيحة لأن تشق طريقها إلى سطح الأرض يعني تطلع فوق يا شاب. جزاكم الله خير. محمد الشهراني وعبد العزيز. نعم. طيب ثواني. كلمة صفراء ذهبية. صفراء ذهبية تتحدث هنا عن رغيف الخبز. أيوة. رغيف الخبز صفراء ذهبية. أيوة. خطأ. طيب. عبد العزيز شوف عبد العزيز. قمح. عبد العزيز. أحمر. ليه؟ لأن صفراء ذهبية ليست رغيف الخبز وإنما هي حبة القمح كما قال محمد. بارك الله فيكم. أحمد نعم وعيسى. أحمد وعيسى. نعم. أحمد وعيسى. نعم. أنا بها همزة وصل. أنا. أحمر. طيب أشوف عيسى. أحمر. أحسنتما لأن بها همزة قاطع. بارك الله فيكما. بقى عين. عبد الله وسعد. أملأ. نعم سعد. أملأ الحقول. أملأ الحقول. أملأ. كلمة أملأ بها همزة قاطع. عبد الله وسعد تكلم. صح. طيب فين سعد؟ لسنين. ممتازين. بارك الله فيك أنت يا سعد أنت وعبد الله. أملأ همزة قاطع. بارك الله فيكما. طيب أنا أخذ محمد العوفي وخالد القرعاوي. كلمة قمح بها تنوين فتح. ماشي خالد القرعاوي. قمح بها تنوين فتح. قمحان. أنا بقول قمح. ماشي. أحسن يا خالد. أنت ومحمد رائعين. قمح. تنوين ايه يا خالد؟ تنوين كسر. تنوين كسر. بارك الله فيكم. انا اخذ اسامه الصانع وفهد. اسامه الصانع وفهد.
ذهبية بها تنوين فتح. ذهبية تن أين فهد؟ ذهبية تن تنوين فتح. أخضر. فهد فين؟ تكلم يا فهد. أسامة. أيوة الصوت بتاعك واطع عشان كده ما بنديش. أسامة هو اللي ظاهر عندي. أيوة ماشي يا فهد. يبقى أنت أسامة إجابتكم صحيحة هي تنوين فتح صحيح. بارك الله فيكم. معنى يحصد اللي عندي بعد كده أمير وعبد الرحمن. أمير وعبد الرحمن. معنى يحصد يعني يزرع. يعني يزرع. أصغر. يحصد يعني يزرع. إيه. طيب فين عبد الرحمن؟ رحمن. عبد المحسن. يلا يا عبد الرحمن. بقول لك يحصد يعني يزرع. أحمر ولا أخضر؟ نعم يا أستاذ. يلا. أخضر. طب عبد المحسن يقول لي. طيب عبد المحسن احمر ولا اخضر يا عبد المحسن؟ تكلم. اخضر. يبقى اذا الثلاثه اجابتهم خطا. عبد المحسن وامير وعبد الرحمن. يحصد عكس يزرع يحصد. عكس يزرع يحصد. اول ما نزرع في الآخر خالص يا عبد الرحمن يا عبد المحسن تحصد الحصاد. من زرع حصد عكس بعض. يبقى بارك الله فيكم وأراكم في حصة القرآن بعد صلاة المغرب إن شاء الله الساعة 5:30.